أول ما تشوف الامتحان بخاصة أو خاصة لازم تفتكر الملاحظة اللي على أسلوب الاختصاص. الملاحظة رقم واحد، الملاحظة دي بتقول إيه؟ خاصة بعدها مختص، وهي مفعول مطلق، بخاصة بعدها مبتدأ مؤخر، وهي خبر مقدم. تاني يا اخوانا ركزوا في الملاحظة دي عشان تيجي في الامتحانات. خاصة بعدها مختص، وهي مفعول مطلق، بخاصة بعدها مبتدأ مؤخر، وهي خبر مقدم. أفهمكم ده بالأمثلة. لو واحد قال أحب المجتهدين خاصة علي، وأحب المجتهدين بخاصة علي، تفرق في إيه؟ لو قلنا أحب المجتهدين خاصة علي، يبقى خاصة تتعرض مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أخص، وعليه يعرب مفعول به منصوب بالفتحة تقديره أخص، يبقى مختص مفعول به منصوب بالفتحة الفعل محذوف تقديره أخص. طب لو أحب المجتهدين بخاصة علي، بخاصة دي جر ومجرور خبر مقدم، وعلي مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب لو قال لي بقى أحب الناس وعليا خاصة، عليا خاصة، خاصة دي جت في الآخر ما جتش الأول، ما فيش حاجة بعديها، أو خصوصا ما فيش حاجة بعديها، يبقى خاصة تعرب حال منصوب بالفتحة. خلاص يا أخوانا، دي ملاحظة، ودي الإيه التطبيق بتاعها. طيب يقاد نشوف بقى امتحانات ثانوية عامة 2021 بتقول إيه. يقدم المخلصون الوطنيين الكثير وبخاصة الشهداء. اعرب كلمة الشهداء. قلنا خاصة بعدها مختص، وهي مفعول مطلق، بخاصة بعدها مبتدأ مؤخر، وهي خبر مقدم. هنا بخاصة بعدها الشهداء، يبقى مبتدأ مؤخر. دي قاعدة لازم تكون حافظها. حافظها هتجيب الدرجة النهائية في السؤال ده، مش حافظها مش هتجيب الدرجة النهائية في السؤال ده. طب لو قال لي أحب المجتهدين خصوصا علي، خصوصا زي خاصة بالظبط، خاصة بعدها مختص، يبقى خصوصا بعدها مختص، وهي مفعول مطلق، يبقى هي تعلم مفعول مطلق. ده يا أخوانا السؤال رقم 42 في امتحان ثانوية عامة 2021. جزاكم الله خير.